اليوم يوم مميز جدا، راح اروح اشوف فيلم، بس هالمره ما راح اروح وحدي، راح اشوفه ويا رفيق في مراجعه الافلام هادي. اوه هاي هاي، كيفك هادي؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ اهلا وسهلا، شو الاخبار؟ والله رواه. انت؟ الحمد لله. والله عن جد your channel على انستا and everything you do الريفيوز بعقد. شكرا. كثير مبسوط انه في عالم مثلك بيعملوا ريفيوز على الموفي بالعالم العربي. ما في enough people هيك. صحيح. I'm so happy. قبل ما نلتقي كنت متابعك على انستغرام وكثير يعجبني الستايل الكوميدي والريفيوز. I love it. صار لي تقريبا 8 اشهر عم بعمل ريفيوز على انستغرام على الاكونت هاد دوت سولو، مهووس فلومه من انا وصغير، وعملت كونسبت اسمه ريفيود ان 60 سكندز، يعني هو بعمل ريفيو للموفيز في 60 ثانيه بفيديوز على انستغرام. هذا الشيء بالنسبة إلي كان جديد قبل ما أدخل على البرنامج. أنا عادة مراجعات أفلام يطول 6 دقائق وسبع دقائق، فشي حلو إنه أشوف حدا هو من البداية بلش هيك. بدي 2 tickets Rampage please. الفيلم أعتقد راح يكون مسلي، والحلو إنه راح أتبادل آرائي مع فيلو ريفيور. أنا أريد أشوف شنو هو رأيه بالفيلم بعد ما نشوفه، شو أفلامه المفضلة، كيف بدأ، شو نصائحه، فمتحمس جدا. هلا خصوصا بعد البرنامج تغير ماي برسبكتيف على حتى الريفيوينج موفيز، يعني اي يوست تو بس سيت داون بلا 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 توك اباوت ذا موفي وخلاص. هلا بحاول، شفت زي فايت كلوب، بحاول ادخل بالفيلم. انت نفس الشيء. Is he the only one? Oh, you didn't know about the 30-foot wall? I was just thinking the only thing that's missing right now is a giant crocodile. كيف لقيت الفيلم هذا؟ Like it was okay. ما بعرف، I expected شوي أكثر، بس الوقت it's fine. يمشي. أنت كيف لقيت؟ Graphics مالته حلو. التمثيل مالته وسط. القصة هم ماخذين من فيديو جيم رامبيج. صح. هو فيديو جيم بالثمانينات، فشو بدك تطلع قصة من لعبة بس حيوانات بيطاوشوا مع بعض؟ ضحكت بشيء مطرح على الفيلم؟ كثير مطرح، ما بعرف قد فينا نحكي عنه، بس انه ذات واز هيد السين الوحيد اللي بفتكر عرفت. يس، القرد او غوريلا. اكزاكتلي، غوريلا مهضوم ككاركتر اذا بدك، بس انه هم ركزوا على الحيوانات، اعطوهم شخصية أو كاركتر أكثر من البشر. بس أعتقد إذا واحد بده شيء يعني يتسلى بدون ما يفكر ولا دقيقة واحدة، يشوف ذا روك وحيوانات عملاقة بدها تتعارك بيناتها، ممكن يجي يشوف الفيلم. إيه، فيها وجهة نظر. يعني واحد بده يجيب البوب كورن، يحضر موفي، ما يشغل نيورونز تبعه. This is it، هيدا هو الموفي. إكسبيرينس كانت حلوة كتير. حلو إنه شفنا قصص إن كومن أنا ونور. بنصحه لنور الدين للبرنامج إنه يضله صادق، يضل يعطي الفيدباك تبعه عن جد من قلبه. في كتير اليوم بلوجرز وإنفلونسرز أونلاين، اليوم شطارة الواحد يعمل شيء مختلف عن غيره، وبتصور هيدا الشيء نور الدين اللي عم بيعمله. الله يوفقك. شكرا. وآي هوب يو جو كثير بعيد بالكومبيتيشن. شكرا جزيلا، هذه أعطيتني من وقتك. كمان بتمنى لك الموفقية بحياتك وبالكارير، وإن شاء الله قديش ما أنت تقدر تنشر حب الأفلام وتخلي ولو شخص واحد يروح يشوف فيلم إن كان حلو ولا مو حلو. هذا الشيء المفيد. Exactly. Thank you. Good luck. ما
مرحبا نور الدين. هاي كيفك؟ الحمد لله. اليوم انا وياك قاعدين ما في ولا تقلي شو فكرتك ولا اقول لك شو التحدي ولا عيط. هيدا اخر مره بنقعد انا وياك تنحكي شوي عن تجربتك بالبرنامج. انت طلعت من الثلاثه الفاينلست، فمبروك. شكرا. وخبرنا اول شيء شو الاحساس. صراحه ما كنت متوقع راح اوصل لللايف الاخير، والرحله كانت طويله جدا، وكل ما اسوي فيديو جديد او كل لايف شو اني اتفاجئ بردة فعل الناس، ان كانت ايجابيه او وسط، او يعني في شيء اختلف. انه الفيديو اللي دا اسويه في ناس عم تشوفه عم تعطيني رايها، في لجنه حكم عم بتقيمني على امور معينه. كنت بتتوقع انه هالقد تتقدم انت بالاخراج بخلال هالبرنامج وهالقد تتعلم؟ صراحه قال لي لو تقارنين فيديوهاتي الاخيره والفيديو الاول اللي سويته ما في وجه مقارنه، لكن انا بداخلي كنت متاكد انه راح اقدر اسوي فيديوهات حلوه. كانت داخلي هاي الشعله اللي تدفعني لي قدام، طب بس كل مره هيك اتفاجئ انه الفيديو حلو. وانا مشكله عندي انه كل فيديو اسويه ما اكون راضي عليه 100%، الى ان ما اسال الناس اقول لهم ها شنو رايكم، يعجبهم اوكي يلا عجبهم. يعني دائما في هاي اللي بداخلي، بس لا ما كنت متوقع انه لهالدرجه راح اوصل. وين كانت النقطة الفاصلة عندك؟ يعني وين حسيت انه the turning point، هيدا هو الفيديو اللي عملته او التحدي اللي عملته اللي عمل كل الفرق بين كيف كنت وكيف صرت؟ في هيك كان في لحظة هيك قلبت معك الاشياء؟ هلا انا من سويت فيديو عن 5 أشياء عن العراق ويوم المرأة، هون كان التيرنينج بوينت بالنسبة لطريقة التفكير. يعني أتذكر لما قلتوا موضوع أن كل واحد يمثل بلده، أنا كنت جداً مستاء لأن ما في سينما عراقية وإلى آخره، وأنا كنت من زمان بدي أعمل فيديوهات هيك بدون ما أني أطلع، يعني كلها مونتاج. فلما سويتها حسيت أنه أوكي يعني أقدر أسوي هيك. بعدين الفيديو اللي فعلاً حسيت الناس كلها عجبها وعجبتها الفكرة كان وولي عن عادة التدوير، ولحد الان تتذكر يقول انا اتذكر انت سويت بهيك بقولي سويت، يعني لحد الان هذا اللي بقى ببالهم. اي صار ريفرنس. فهذا الفيديو اللي غير كل شيء. شعور غريب انه بعد كل هالفتره وكل هالقعدات اللي قعدنا بيها، هالمره كنا بدنا نتكلم هيك بشكل عادي مو عن فكره معينه او عن فيديو. فبنفس الوقت شعور محزن انه خلص المشوار. شو بتاخذ معك من هذا البرنامج ومن هالتجربه اللي عشتها؟ اول شيء اللي راح اتذكره واللي راح اخذه معي انه لازم واحد دائما يتقبل الاراء الثانيه، لازم الافكار تتغير. انا كنت افكر انه خلص هاي فكرتي وهذا اللي عندي اياه، ما اسمع اراء، ما اسمع نصيحه. الجايدنس اللي انت انطيتيني اياه خلال هالفتره، كيف كنتي على كل فيديو كنتي متابعتنا وتعطينا نصائح وهيك، أنا بالنسبة إلي دا أسمع ودا أتقبل رأي شخص ثاني خايف على الفيديو بقد ما أنا خايف عليه. فجوزها ما راح أشوفها برا البرنامج، كل واحد مسؤول عن شغله، لكن اللي راح أخذه أنه تقبل رأي الآخرين وتطوير الذات دائم، أنه لازم واحد ما يظل بنفس المحل ويخاطر. مظبوط نور الدين. yes. هون كل واحد منا بيروح بطريق. انا كثير انبسطت اني عن جد انه تعرفت عليك وشفتك عم تتطور. يعني انت من اكثر ناس تطوروا ومن اكثر ناس اجوا على البرنامج. اول شيء ما بعرف قديش كنت قابض حالك جد، بس هيك ما كنت كثير القصه ظابطه معك، وبعدين هيك عن جد تحولت وضليتك طالع. فان شاء الله بكل حياتك بتضلك هيك، بكل حياتك بضل عندك هيدا الاتيتيود اللي انت عندك اياها والاوبن مايندنس اللي عندك اياها لتقبل اراء غيرك. انا بتمنى لك كل التوفيق وبشكرك على انه اخذت بعين الاعتبار النصائح كنت اعطيك اياها من خلال البرنامج. انا حاب اوجه لك كلمه شكر قليله خلال هالثلاث اشهر. اتذكر لحد الان اول يوم من دخلنا الغرفه وشفناك واقفه وقالوا سيلين راح تساعدنا بالفيديوهات، وما كنت فاهم الفكره اصلا. كل مره من نسمع نصيحتك كل مرة هي تصيب 100%، فتعلمنا دروس كثيرة. وأشكرك على كل الوقت اللي وفرتي لنا إياه وعلى الخبرة. إن شاء الله لنا لقاء أكيد. Thank you. شكرا.
تجربة نجوم بلا حدود تجربة رائعة، وما توقعت انه راح تكون هالدرجة غنية بكل الامور، من الامور اللي تعلمناها، العواطف، الناس اللي تعرفنا عليهم. جدا مبسوط بتجربة نجوم بلا حدود. باللايف الاول وهلا يعني منتاليتي تبعتي تغيرت تماما بكل الامور. ما كنت كاتب ناس، اخر دقيقه سويت الاديتنج، بس لما اجى الوقت الجد وصرنا على اللايف وانطوني هالدرجه و48 ما كان دينجر زون، لا بس لو كان في كان نزلت. فغير لي هيك كومبليتلي المنظور مالتي. اللايف الثاني كان التحدي شو صار بال2017. جداً أعطيت كل ما عندي على النص، على التصوير، جداً كان مختلف. فيديو حلو، أحلى من قبل بكتير. التصوير كيف مصور، وين المكان، حبيت صراحة، وحبيت أنه ضوى على أفلام عربية على القليلة، مش مثل هذيك المرة. أعطيتنا تقييمك 9/10، يعني كان في رأيك كان واضح. حبيت كتير كيف السيتين كان حلو، وحبيت أنك أعطيت رأيك بدون ما تنزعه. يعني أحياناً بنشوف تريلرز حتى منقول يا خلص بطل بدي أشوف الفيلم، ما كان فيه سبويلر. 49، راضي عن النتيجة؟ الحمد لله. مع الأسف العلامة طلعت درجة واحدة، كمان كنت مستاء. شكلهم يعني ما حابين الكاتيجوري اللي أنا دا أمثلها، فكمان إجالي إحباط شوية. باللايف الثالث الموضوع كان عن التنمر. هون بلشت المواضيع تصير أكثر جدية، حسيت أكثر عندنا مسؤولية إنه لازم نوجه رسالة. فيديو حاولت أستعمل شيء مختلف، ما أروح للسينما، رحت على مدرسة الأطفال، صورت الأطفال. هاي أول مرة كنت أستعمل هيك شيء، بس كنت يعني كتير هيك رسمي كأنه مذيع. فيديو تعليمي بحت، بس مش مبسوط يمكن علشان حس إنه في سنة كرياتيفيتي ما كانتش موجودة. الفيديو أخذ علامة أكثر، 55، عجبهم، وبس قالوا شوية هيك اجتماعي زيادة عن اللزوم، بعيد شوية طلعت عن الكاتيجوري. فهون بديت شوية أفهم اللجنة إنه شو بدهم، ليش، شو تعليقاتهم، وين توجههم. البرايم الخامس كان اتكلم عن 5 أمور إنها علاقة ببلدك. لما سمعت الموضوع صار بيه بانيك، لأن السينما العراقية مع الأسف شبه غير موجودة بسبب الظروف السياسية. صورة نور الدين بشكل عام كل أسبوع عم تحلى عن أسبوع. الفيديو حلو كتير، في معلومات عن السينما العراقية أنا ما بعرفها. حبيت الفيديو كتير، لجنة كتير حبت الفيديو، واخذ الدرجة اللي هي 64، فرحتني كثير. قلت اوكي، الاسبوع اللي انا كنت متوقع راح اطلع اخذت 64، اذا اكو شيء، خلي اظل، خلي استمر، ما احبط معنوياتي، خلي اكمل لي قدام. البرايم السادس كان عن اعاده التدوير. شو الافلام اللي تكلمت عن اعاده التدوير؟ يعني دخلت ما في افلام. بعدين ذكرت فيلم وولي اللي هو من اكثر الافلام اللي احبها، وقلت هعمل عنه ريفيو. واكون وياكم صريح بهاي النقطة، انا قلت راح اسوي فيديو ما كثير يعني راح اتعبي، لان راح اطلع يعني خلص. لكن اتذكر انه انا شفت الفيجر او اللعبة مال وولي موجودة بالمكان اللي نصور به، وقلت خلي اجيبه وياي. صورت معه، بعدين دخلت نفسي بداخل الفيلم، وهون انقلبت كل الموازين باللايف شو. انا كثير حبيت الفيديو تبع نور الدين، كل شيء، طريقه التصوير، الايديتنج، الفيلم اللي حكيت عنه كثير بدي اشوفه هلا، كثير مبدع الفكره. انت من الاشخاص اللي عن جد كل اسبوع يعني منقول شو رح يقدم، يعني دائما عم تبهرنا كل اسبوع. لجنه الحكم حبوه وانطوني كومنتس ايجابيه، وسمعت العلامه لحد الان اتذكر رياكشن مالتي 74. معقوله 74؟ واو، علامة وحدة، كنا سكرنا السكور نور الدين. أول مرة بحياتي أكون speechless، ما أعرف شو أقول. وهذا اللايف كان turning point أو نقطة التحول بالنسبة إلي، واستمريت. بال2018
البرايم الثامن الموضوع كان عمل الخير، موضوع حلو ولطيف، لكن كيف ممكن نسوي بالأفلام نودي ناس أو أطفال للسينما؟ وهذا اللي سويته. الفيديو كان حلو وكيوت وأنا جدا سليت بهاي التجربة. البرايم التاسع الموضوع كان عن الصحة النفسية. السينما كثير تكلمت عن هذا الموضوع، فحاولت أحدد فيلم صاب الموضوع 100% اللي هو كان فايت كلاب، وسويت الفيديو وكثير عجب لجنة الحكم. أتذكر كومنت وائل لحد الآن قال هذا من أحلى الفيديوهات لحد الآن بنجوم بلا حدود. أنا الفيديو ده is one of the best. لا يونس، أنا I would give you a full mark صراحة. برافو برافو برافو. شكرا. في تحسن من أول فيديو كان هيك عم يحكي مونوتون وون فريم، هلأ يعني صار عمل هو فيلم لحاله. طلعت الأول أخذت علامة 67، فرحت جدا أول مرة أطلع الأول. 67 أعلى علامة لهلأ. باللايف العاشر صرنا 6، طلع علينا كنا احنا قليلين. يعني اني واحد من الناس اللي وصلوا لهالمرحلة، معقولة؟ يعني ما كنت حاطة ببالي هذا الموضوع. لكن باللايف مع الأسف وائل منصور قال الفيديو حلو لكن انت التهيت بالباكراوند وما عملت ريفيو كويس، لكن يارا وفاية كتير حبوا الفيديو وظلوا يدافعون عني. لا شايف في جماليات ولا شايف في، حسوا حاجة تعرضت أيام القنوات أول ما ابتدت، يعني حتى مش حاسسها. يعني أنت عايز تصور مباني قديمة وتلونها، بس very poor. وأخذت مجموعة العلامات كان 104، وهذا هو البرايم اللي نزلت به منطقة الخطر، المكان اللي ما أريد أرجع له. عبرتها بفرق أصوات بسيط. نور الدين أمين، منقول لك مبروك. أما نور فنتمنى لك كل التوفيق. التحدي الحادي عشر كان عن يوم العمال وفري تشالنج. لما سمعت كلمة عمال سينما رأساً اجى ببالي الناس اللي خلف الكاميرا، الناس اللي تتعب، فحبيت أحييهم بطريقتي الخاصة. أعمل ريفيو لفيلم مهم جداً بالسينما وهو بيردمان. بهذا البرايم الكومنتات كانت إيجابية. حلوين المعلومات التقنية اللي عطاهم نور الدين، وبشكل عام حبيت الفيديو. حبيت كتير الفكرة إنه عم بيصور باكستيج. كان تقييم جيد جدا وكان متزن قوي، ومجموع النتيجة كانت 140، طلعت المرتبة الأولى. نشوف أكيد الترتيب أمامنا. 66 والمرتبة شكرا. الأولى شكرا لك نور الدين. فرحة عالية جدا وأمطتني بوش قوي للأمام. التحدي رقم 12 كان عن البتس، وكثير حبيت التحدي، سليت انه راح يكون هذا الموضوع، واجا فت على الفيديو اللي انا كان بدي اسوي عنه، هو فيلم Isle of Dogs، فيلم ستوب موشن. وانا كثير مبسوط انه حبوا الفيديو ووصلت لهم الفكره. بفكر حالي حاضره كثير افلام، بس دائما بتفاجئني وبحس بدي اروح احضر الفيلم. وحتى الفيديو تبعك كان كثير حلو، كيف عملت الستوب موشن، وكل يعني الريفيو كانت كثير كثير موفقه. والفيديو الثاني كان عن ضد العنصريه. انا قلت خلي اتكلم عن فيلم واجه العنصريه، حارب العنصريه بطريقته الخاصه. اختاريت فيلم ستار وورز، فيلم اللي جاب كثير جنسيات. المحتوى صراحه انت كبستني، يعني بيني وبين نفسي احرجتني، لان انا توقعت انك انت تتكلم على فيلم عن العنصريه وقلت انها هتعمله حلو، بس انت تدخلت فكره صناعه السينما وقد ايه ان هم حاربوا العنصريه من خلال طاقم العمل. عشو بتعطي لايك لنور الدين على الفيديو؟ على كل شيء، كل شيء، ما راح نزيد يعني اللي قال عليه وائل. نحن لايك لايك لايك. بالنسبه لي هذا انجاز كبير، وانا جدا ممنون من الكل، من اهلي، اصدقائي، كل الناس اللي شجعتني اوصل لهاي المرحله اللي ما كنت أتخيلها. المشترك يلي اختاره الجمهور هو مين يا ترى؟ سمر أنطون. ألف مبروك لك. أنا جدا سعيد وجدا راضي لأنه وصلت لهذه المرحلة، أخذت المركز الثاني، وفرحان لأن سمر اللي أخذت المركز الأول إنسانة موهوبة وتستاهل، وإحنا كلنا ربحانين. يعني كل اللي دخل هذا البرنامج
ال14 شخص ربحنا، كسبنا خبرات مهمة، ويعني أنا جدا سعيد بهذا المركز وأتمنى الموفقية لكل اللي مرقوا بهذا البرنامج. 10,000 دولار راح أشوف فيها ما أدري إيش قد 5,000 فيلم. جدا سعيد، هاي أكيد راح تساعدني كثير. شكرا لقناة الآن لأن مو بس انطتنا الفرصة إنه نجي ونتعلم ونكسب خبرات، لكن ساعدتنا وانطتنا بوش قوي جدا، فأنا جدا ممنون. بهال10,000 إن شاء الله يعني راح في عندي كثير خطط، راح أخطب وراح يعني أكمل مشواري، وانتظروا فيديوهات حلوة كلها بأسلوب نجوم بلا حدود وأحلى إن شاء الله.